سارة ذهب والذهب يذهب يمراه. أبو صامل ها ها أنت وش عندك تربان من اليوم؟ سارة من هي هذه؟ سارة ولكمو 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 أم صامل إيه؟ عاني عاني أنا بنت أبوك جوز ضيوف جوز ضيوف كمن 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 ولكمو 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 أنت من أنت؟ ولو يا أم صامل؟ مو أنت حكيتيني مشان إجي أعطيك دروس إنجليش؟ الله ياخذ عدوك وتسلم أبتنى ما درت أنت هالصنع شو يعني؟ يعني أنت صغيرة هم الزيونة هقعد اقعدي Thank you أبو صامل ها ها أنت شو تسوي قاعد هنية؟ ما أنا بشوف كيف تعلمت مالك داخل ولا لك خص رح رح المجلسك رح نلزق وشوف حلالك ما عندي حلال ما ماني برايح حلالي اليوم ماني برايح ماني برايح صامل تنبي يمه اخذ ابوك وده للمجلس واضح جايز لك الوضع يا ابوي امشي امشي يا ابوي تناصلص قدامي طول الليل رح رح مشينا مشينا قفل قفل يا نجر ابو صامل ما هو بيمك هي يا رجال متوعدنا انا ويانا بنروح نشوفه مزيون تم مذكورتنا لا بالشركه المزيونه عندها الحين وجات وشافها وشافها ها عساها يا ابو محمد زينه وش اللي زينه يا نجر الا تهبل لا وبعد فيها ميزه اني والله خابر انا رقبتها طويله وقالت انسدى ايش رقبتها عندها لغات يا نجر لغات ويش انت ايش تقول عندها انجليزي وايطالي والماني وفرنسي لا انت ابو محمد مختلف ما فيها كلام ابو صامل وينها الحين ابو صامل ابو صامل دخلها على المصامل الحين جاب الناقه ودخلها جوا على المصامل شناقته حتى الحين ما انتم تقولوا ابو صامل شاف المزيونه وعجبته اخوي انا اقصد المدرسه حقت الانجليزي اللي تعلم ام صامل المدرسه يا ويلي وي لا وابك انا في ديره وانت في ديره انا احسب انك تعانى الناقه المزيونه اللي احنا متوعدين نشوفها الحمد لله على نعمه العقل الحين في ناقه تتكلم انجليزي من تالي حتى الحمير تهرج انجليزي ما عليك زود يا مرحبا ويا مسهلا حبيبتي يا أم صامل صار لي ربع ساعة قاعدة ولسه ما بدينا شو رأيك نبدأ؟ لا ما عليه بنت الحلال أنت عندك مشكلة لصورتت سناب؟ عندك مشكلة لصورتت عندي في السناب؟ لا no problem يعني موافقة ولا لا؟ ما في مشكلة حبيبتي موافقة يبعدي والله سنة ويا صايغين الذهب عطوا الذهب سارح سار ذهب والذهب يذهب يمناها يا صيغينا الذهب عطوا الذهب سارة سارة ذهب والذهب يذهب يمناها أبو صامل ها ها أنت وش عندك تربان من اليوم؟ سارة من هي هذه؟ سارة؟ أنا ما قلت سارة ما غير أغني غنية قديمة قديمة يا أم سامرة خليت سليك والذهب يزهاها وعلوم علمني يا أبو صامل أنت ما شاء الله عليك من يوم خلت وعرفت الدنيا ما جازينك وأكيد أن البني وقتها ينصبن عندك والله لا الحين لا الحين والحين ينصبن قدامي لكن انا ما ملا قلبي الا انت بتعرف هذه علوم راحت علوم راحت انت ايش تبين بهم صامل خيت ولي انا خابره ما انا شتك الا انهم راحت أيوه. ولا كل واحده فيها الحين عندها شلقه وراعين اي والله اي والله أيوه. تحس اني بضيت ابو صامل لا والله انا خابره كنت تحبيني وانا احبك يا ام صامل ولا بينا امور اكبر من هذه كلها ما ذكرتيني والله يا ام صامل يوم اني هاك الايام ورا ورا ما غلت مسمس ما غير البس العمامه وانا صغير بالفيت بصير كبير ثم جيت عند قصرانه الله يذكرهم بالخير عنده بنيه صغيره وانا صغيره كل ايام احب ادري هاك اليوم مغرب العيون انا ما احبها مغرب شقي اي يسلم يسلم ما غير اناظرها بعيوناتي واقعد اكبس لها بعيوناتي وتبوسملها تاخذها شهر شهرين ثم تغطى يا حرام تغطت بدري اي والله العظيم اي والله العظيم ها اي أيوة والله عاد كرم الخير عاد الله يسكن الجنه مليحه كان عندها بنيه قالها ساره يوه ايه اذرها ساره اللي تغني فيها لا لا ما هو بساره ذي انت الظاهر انك تعشقها للحين يا ابو صامل ابدا 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 لا بالله ما اعشقها للحين ولا بيني وبينها هالحرمه تزوجت وعندها ورائي مع ذي يبا ها لمبات غرفتي خربانه من اليوم بصور سناب والاضاءه ما هي بزينه خناظه لمباتك خربانه لو علمتني عطر السلم عطر السلم خليني اضبط لمباتك يا كوك لمباته طافيه عز يعني ولدي عزاه أنا بنت أبوي عاني أبو صامل والله ما هي بطيب مني جد ولا هي بيض مني خد بس هاي الحدي ويش ساعة لا سيارة لا الهدية ناقة حلوة ومزيونة واسمها ديالة على اسمي طبعا ما رح أقول الهدية من مين يكفي بس أقول إنه من رجل أعمال كفو رجل ثقيل ورزة وصامل صامل اللي هو أبو الصملة كلها
والحين اقدر اقول لكم باي واشوفكم بعدين. هذه تالياتها يا ابو صامل، انا بنت ابوي بنته. الحين انا ولده واطلبه الجوال ويعيه، وهذه مخرفنته ومعطيها ناقه. مخرفنته؟ الا والله انا اللي بخرف خرف وانا بنت ابوي. يا شيب عيني شيباء، الحين يهدي اسلقها المسروعه هذه ناقه، لا واسمها دياله بعد. هيني ابو صامل شغلك عندي. العلميه واضحه ان ابو صامل ونجر عندهم سر ومترين علي. سر؟ وش هو سره؟ يتحرمه من الصبح ابو صامل يقول لي عندي ضيف عزيز غالي عندي، واول يقول ما عندي غير نجر. هذا ما شككت في عمرك؟ يك والله وانا جايه والمح لي سياره حمراء ما قد شفتها، ويوم دخلت وانا وحيد اللي حس مره عندهم في الملحق. انا بنت ابوي بنته، مطرن حمر وحس حرمه، ابتل علم وشانه هذا منهم مطره. وانا وش دراني عنهم، ربي وربهم الله. انا ما اقدر اتحمل، ابى اروح اوقف عند الباب واشوف العلم وشانه. اقسم ما يصير. الا يصير ما اخذ مشتي. يا ويلي ما فيني صبر يا حرمه، ابتل يصير في بيتي. خلنا اللي جانا يا ابو صامل. ها ها ابى نعشي ضيوفك هلال. هقول انطم، تو تعرف المراجل انت؟ عمرك ما فتحت بابك الرجال. يا ابو صامل انت عارفنا ان راعين واجب. اعقب 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 ترى عشا ضيوفك الجاب لعندي. اعقب واجب ما تعرف انت، هل تبى تعزم؟ ضيوفي عجلين. ابو صامل يعطيك الف عافيه، والله المجلس صار مره مليان، انا لازم امشي الان. انا بنت ابوي بنت والله ما تمشي لك. والله انا متزوجه وربي متزوجه. تستحق مين ما ورا توالي؟ انت ايش تحتني واقف؟ أبكت تستحين وجهك؟ أبكت وضغط قلبي كل شوية ناطل عمرك على حرمة؟ والله ما في شيء ما في شيء ما في شيء. أنا بنت أبوي بنته. ترى فطور اليوم من المطعم وأنا اللي جبتهم اللي سويت فول ولا محروم. ولي ولا ولي ولا ولي ولا ولي ولا ولي ولا يا الله نكتين يا الله نكتين يا ويلي ولا.